السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف بدأنا سابقا بدأنا بالزاوية في الوضع القياسي، أخذنا أول بند من هي الزاوية الموجهة، وتعلمنا سابقا عزيزي الطالب أن الزاوية لها اتجاه. حكينا أنه إذا كانت هذه الزاوية لها ضلع ابتداء بتكون هاي ضد عقارب الساعة، ضد عقارب الساعة بتكون عندي قياس الزاوية موجب، وإذا كان عندي مع عقارب الساعة بكون هاي إيش عندي؟ شو تكون عندي مع عقارب الساعة؟ شو في اتجاهها؟ سالب. إذا ضلع الابتداء بهذا الشكل هذا ضلع الانتهاء. إذا كان عندي اتجاه عندي سهم ضد عقارب الساعة بكون موجب، وإذا كان مع عقارب الساعة بكون سالب. والآن سوف نتعلم في هذا الدرس عن الزاوية الموجهة في وضع قياسي. هي زاوية موجهة قد تكون باتجاه السالب وقد تكون باتجاه الموجب، لكن ماذا نعني في وضع قياسي؟ الزاوية الموجهة في وضع قياسي يعني أن تكون هكذا. الزاوية الموجهة هي إيش عندي؟ التمثيل البياني، هي عندي الإحداث السيني والإحداث الصادي. الزاوية الموجهة في وضع قياسي يجب أن يكون ضلع الابتداء ينطبق على المحور السيني الموجب. هاي إيش المحور السيني الموجب؟ ضلع الابتداء يكون ينطبق على المحور السيني ماذا؟ الموجب. واضح؟ ضلع الابتداء ينطبق على المحور السيني الموجب. ورأس الزاوية هي إيش؟ هي نقطة إيش؟ الأصل. واضح؟ رأس الزاوية نقطة الأصل. إذن هذا ضلع الابتداء، هذا رأس الزاوية، وهذا ضلع إيش؟ الانتهاء. ضلع الانتهاء ما بين يكون في الربع الأول الثاني لآخره، بس أهم شيء هو يجب الزاوية في الوضع القياسي يجب أن يكون الشرط الأول أن يكون ضلع الابتداء ينطبق على المحور السيني الموجب، ورأس الزاوية هو نقطة الأصل. واضح؟ هاي إيش اسمها زاوية إيش؟ موجهة، قد تكون باتجاه عقارب الساعة بهذا الشكل. واضح؟ إذا برد أعيد، الزاوية الموجهة في وضع قياسي يجب أن يكون ضلع الابتداء ينطبق على المحور السيني الموجب، ورأس الزاوية هي نقطة الأصل. إذا الآن سوف نرى هذا النشاط خمسة. سوف نجد أي زوايا في وضع قياسي وأي زوايا ليست في وضع قياسي. بحكي لي الزاوية عين واو دال، زاوية عين واو دال، واضح؟ هاي الزاوية بهذا الشكل. بحكي لي السؤال ليست في وضع قياسي، ليش؟ بتطلع احنا أهم الشروط هي عين واو دال، هاي السهم، واضح؟ لماذا ليست في وضع قياسي؟ بتطلع ضلع الابتداء وين؟ ليس على المحور السيني الموجب. أول شرط حكينا إنه لازم يكون ضلع الابتداء على المحور السيني الموجب هنا، لكن وين إجا بهذا الشكل؟ إذا هي ليست في وضع قياسي لأن إيش عندك؟ ضلع الابتداء لا ينطبق، ضلع الابتداء لا ينطبق على المحور السيني الموجب. طيب احكيني في عندي زاوية في الوضع القياسي، إذا خلصت منها عين واو دال ليست وضع قياسي، دال واو لام هاي الزاوية، نميزها بلون آخر واللي هو لون خلص، هاي إيش عندي؟ اللون الأخضر موجودة، إذا عندي دال واو لام، هل هي في وضع قياسي؟ نعم، لأنه ماذا؟ إذا الزاوية إيش هي؟ دال واو لام هي في وضع قياسي، لأن ضلع الابتداء ينطبق على المحور السيني ماذا؟ الموجب، وهون رأس الزاوية هاي الزاوية، واضح؟ رأس هاي الزاوية دال واو لام، رأس الزاوية هي نقطة الأصل. إذا الزاوية دال واو عين هي في وضع قياسي. الآن سوف ننتقل إلى بحكي لنا الزاوية دال واو راء، هاي دال واو راء، هاي الزاوية دال واو راء، هل هي في وضع قياسي؟ هذا الشكل. هل هي في وضع قياسي؟ حكينا، نشوف هل هي في وضع قياسي ولا لا؟ بتطلع دال واو ضلع الابتداء ينطبق على السيني الموجب، ورأس الزاوية هي واو هنا، رأس الزاوية نقطة الأصل، إذا الشرطان تحققا، دال واو راء هي الزاوية، ضلع الابتداء من هنا بداية السهم، هذا ضلع الابتداء، ودال واو ينطبق على السيني الموجب، ورأس الزاوية هي نقطة الأصل، إذا بنحكي دال واو راء تحققت الشرطين، إذا دال واو راء في وضع إيش؟ في وضع قياسي، لماذا؟ لأن ضلع الابتداء
ينطبق على المحور السيني الموجب ورأس الزاوية ايش؟ نقطة الأصل. واضح؟ إذا نرجع يعني نحكي إنه دال واو عين ليست وضع قياسي، لأن ضلع الابتداء من هنا يبدأ لا ينطبق على المحور السيني الموجب. دال واو لام لأنه محور ضلع الأساسي ضلع الابتداء ينطبق على السين الموجب ورأس الزاوية نقطة الأصل. وكمان نحكي دال واو لا راقية في وضع قياسي إنه ضلع الابتداء ينطبق على السين الموجب ورأس الزاوية نقطة الأصل. تمارين عندي صفحة 12، ميز الزاوية التي تكون في الوضع القياسي. نشوف، خلينا نحل هون إنه ما في مجال. نشوف أول إشي الزاوية صاد. هل الزاوية صاد في وضع قياسي؟ نشوف. هاي الزاوية صاد، ضلع الابتداء فعلاً ينطبق على السيني الموجب، بس لماذا لا؟ إذاً هي ليست في وضع قياسي. ليست في وضع قياسي، نعم هو ضلع الابتداء ينطبق على السيني الموجب، لكنها ليست في وضع قياسي. لماذا؟ لأنه رأس الزاوية لا ينطبق على نقطة الأصل، إذاً هي ليست زاوية صاد، ليست في وضع، ليست في وضع إيش؟ قياسي، لأن رأس الزاوية لا ينطبق على، لأن رأس الزاوية، لا رأس الزاوية، لأن رأس الزاوية ليست نقطة الأصل فقط، هيك أفضل، ليست نقطة إيش؟ الأصل. نشوف بعد الزاوية صاد الزاوية سين، هل الزاوية سين في وضع قياسي؟ هل الزاوية سين في وضع قياسي؟ نشوف هل تحقق الشرطان ولا لا؟ نشوف الزاوية سين، هاي الزاوية سين، هاي ضلع الابتداء ينطبق على المحور السيني الموجب، ورأس الزاوية ماذا؟ نقطة، هاي رأس الزاوية نقطة إيش؟ الأصل. إذا ضلع الابتداء ينطبق على السيني الموجب، ورأس الزاوية نقطة الأصل، نعم هي في وضع، ماذا؟ في وضع قياسي. لماذا في وضع قياسي؟ لأنه ضلع الابتداء هاي الزاوية، ضلع الابتداء ينطبق على السيني الموجب ورأس الزاوية نقطة الأصل. الآن الزاوية لا، هل الزاوية لا في وضع قياسي؟ هل الزاوية لا في وضع قياسي؟ نشوف، نشوف الشرط الأول، هل ضلع، هاي عندي الزاوية لا، هذه الزاوية بهذا الشكل، هل ضلع الابتداء ينطبق على السيني الموجب؟ لاحظ أين ضلع الابتداء؟ هو هون، ليس على السين، هاي السين الموجب، هاي ضلع الابتداء من بداية السهم. بما أن الضلع الابتدائي من بداية السهم ليس على محور السين الموجب، إذا هي ليست في وضع، إذا الزاوية لا هي ليست في وضع قياسي. لماذا؟ ليست في وضع ماذا؟ قياسي، لأن ضلع الابتداء لا ينطبق على المحور السيني الموجب بس فقط. إذا عزيزي الطالب تعلمنا اليوم عن زاوية الوجه في وضع قياسي، يجب أن تحقق الشرطان الأساسيان، أن تكون ضلع الابتداء ينطبق على المحور السيني الموجب ورأس الزاوية ماذا؟ نقطة الأصل، هذا أهم شرطين، ضلع الابتداء ينطبق على السين الموجب ورأس الزاوية هي نقطة الأصل. يعطيكم ألف عافية، وهكذا أنجزنا اليوم الزاوية في وضع قياسي، وسنكمل الدرس لاحقا. يعطيكم ألف عافية.